كان ولد ولدي وباه ما عندوش وضعيف ما عندو حتى حاجة وكيمشي يجيبو وكتم من داكشي اللي شاري تاع المدرسة كياخذو كريدي وما عندهم حتى يقراو هنا بغيناهم يعاونوهم بغينا الوليدات يقراو راه والديهم ما عندهمش وليدي راه والديهم حتى حاجة ما عندهم باش ينوضو يخلصو والله يحفظنا الله يحفظهم الله يعاون ولدي الله يعاون ولدي وشكرا السلام عليكم الاسم ديالي والاسم ديال الناس ديال التشلالات كنطالبوا من الوزاره تشوف لينا شي حل لان هاد الاضرابات هادو ماشي في الصالح ديالنا وفي الصالح ديال الوليدات ديالنا وكنتمنوا الا كان شي حل يديروه مع الاستاذ يديروه كنناشدوا السي بن موسى باش ياخذ واحد القرار لان الولاد ديالنا كيضيعوا واش الولد كيقرا يومين في الاسبوع يومين في الاسبوع ما كافياش ما كافياش وكيقراو نص النهار ما كيقراوش النهار كامل لهذا انا كنناشد ان الدوله هي اللي تاخذ لنا دير لنا واحد الحل لينا ولوليداتنا لان في هذا الشيء كامل وليداتنا اللي ضايعين احنا ماشي في الامكان ديالنا اننا نمشيو للمدارس بريفي واننا نخلصوا على وليداتنا وانا الغالب الله راه كاين اللي مسكين عكاري وكاين اللي راه ماشي كاع الناس مستافده هنا انا من الناس اللي كاريين وكنتقاتل غير مع الزمان ونزيد من مدرسه بريفي راه عندي ثلاثه عندي واحد راه في الباك نعاود العام اللي فات وهذا العام ندوزو غير نعاس اشنو غيبقى يقرا في هذا الباك حتى ليه عندي واحد في السابعه كذلك عندي الدريه هي ابتدائي والثانيين هادشي خصو حل خصو يوضعوا لهم حل ويشوفوا لينا حل لاننا ولادنا كيضيعوا ولادنا ضايعين ضايعين من بزاف د الحوايج ضايعين من التدريس من الاماكن ديال الترفيه من هذاك الشيء كاع ما كنا كنهضروا عليه الدنيا هانيه عندنا ولكن باش نزيدوا حتى التعليم بزاف وبزاف وبزاف يعني خاصنا واحد الحل وخاصنا يشوفوا على الاقل يشوفوا غير في وليداتنا حنا مقاتلين مع الزمان ماشي مشكل ولكن وليداتنا باش يزيدوا يضيعوا الا كي غيطلع هاد الدري اشنو غنشوفوا في هاد الجيل الصاعد جيل خاوي خاوي دماغه خاوي بزاف خاصنا حل من هذا المنظر انا كنقول للسيد بن موسى خاصك دير حل شوف هاد الوليدات شوفهم وليداتك هاد الوليدات شوفهم كانهم وليداتك ما تشوفهمش غير ولاد الشعب لا راه وليداتك وليداتك وليداتنا شوف لينا حل ديروا مع انا ما كنقولش بالنسبه للاساتذه وهذا كل واحد الله يحسن العوان حتى هما كيهضروا على حقهم وحنا كنهضروا على حقنا انا ما كنقولش الاساتذه كنقول ما نخدم الوزاره وزاره التعليم دير حل وتشوف اشنو غدير لنا هاد الوليدات وليداتنا ضايعين 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 وهذا العام بزاف وشكرا السلام عليكم عندي الرابع وعندي الثامنه وعندي التاسعه يعني كاع هاد الناس اللي هنا راحنا مضرورين بحال بحال كما قال السيده احنا الاساتذه الله يسهل عليهم من حقهم احنا ولادنا ما يضيعوش الله يجازيكم بالخير الوزاره يشوفوا من جهدات الوليدات حيت احنا ما عندناش جهد باش نقري ولادنا بالبريد ما كون عندنا الامكانيات نقري ولادنا بالفلوس ما راه الغالبيه ما دوينا على الزيت ما دوينا حتى على شي حاجه احنا داوين على الدراري هادشي اللي كاين راه حنا مضرورين وماشي احنا راه كاينين الناس بعاد الناس راه كاينين في التبازات كاينين في الشي الناس راه كاينين بعاد نمرة تتركب وتجر وتجيب الدري وخاصة تمشي تاني للدار تشقى وترجع 12 ونص ثاني تجي حنا راه ما عندناش الامكانيات باش نقري ولادنا بالفلوس راه ما يلاه ما محمد رسول الله رانينا الله وشكرا السلام عليكم شنو المشكل خويا المشكل اللي عندنا هو قهرونا هاد الناس بالاضرابات قهرونا هاد الناس بالعطل ولادنا من النهار بداو الدراسه ما كاينه لا دراسه لا حتى شي حاجه قهرونا بشريان مكتوبه بشريان هادي بشريان هادي حتى شي مدرسه ما كاينه حنا الا كانوا غيديروا لينا الولاد ناس سنه بيضاء غير يقولوها لينا ما يبقاوش وليداتنا ضايعين هادشي راه حشومه وكنطلب من الوزير ديال التعليم
الله يرحم لي الوالدين يتدخل في هذه القضيه، ولا عندهم شي مشكل مع الاساتذه يحلوا. الاساتذه دابا المؤسسه عامره بالمؤسسه بالاساتذه، والتلاميذ راه ما كيقراوش، يعني راهم في الزنقه. اشنو دابا هذا المصير؟ دابا غادي يخرج يبيع الميكا ها، ولا غادي يمشي يبيع لمو الملح في السوق ها؟ راه حشومه، راه عيب، راه المدارس كلهم واقفين وقهرونا بالعطل. دخل من العطل دير اضراب، دخل من العطله دير اضراب. احنا بغينا وليداتنا يقراو، احنا بغينا من الوالدين يتدخل في هذه القضيه. الله يرحم ليه الوالدين، الا كان شي تدخل يتدخل، ولا راه غادي ما نكذبش عليك، راه هذا الشعب هذا راه غيولي في واحد التوالي اللي هي خايبه على وليداته، حيت خاصهم الدراري يقراو، الدراري خاصهم يدخلوا يقراو. ها احنا دابا بدينا النص في السنه، ما كاين حتى شي قرايه ما كاينه، وهاد الاساتذه هما ما عليهم حتى شي حاجه. الا كان شي تدخل راه من الوزاره من الفوق، هما اللي خاصهم يعطيهم الحقوق ديالهم باش ما يضيعوش لينا احنا وليداتنا، حيت وليداتنا احنا ضايعين لاقصى درجه ضايعين. وكذلك احنا الامهات غاديين في الشمس جايين في الشتاء، غاديين في البرد، راه حشومه. وكاين اللي بعيد راه، وكاين اللي ساكن في الشعب وكيجيب ولادو. ما معنى الشعب؟ راه طريق خاص يقطعها وطريق اخرى خاص يقطعها. عاد باش حنايا اللي هنا قرب المدرسه وكنتقهروا وكيجيو وكيرجعوا، يعني كاين الاساتذه اللي كيقولوا كاين اضراب، وكاين اللي ما كيقولوش كاين الاضراب. يعني اشنو المصير ديال هاد الوليدات هادو؟ اشنو ذنبهم؟ اشنو ذنبهم الى الدوله عندها مشاكل ولا عندها ازمه ولا عندها هادي؟ حنا اشنو ذنبنا؟ ما ذنبنا حتى شي حاجه. وليداتنا بغيناهم يقراو، والا ما قراوش وليداتنا راه غادي نوليو شي حاجه اللي هي خايبه على وليداتنا. السلام عليكم. كنوجه الوزير التعليم، كنوجه رسالتي الوزير يتدخل في اقرب وقت، يتدخل في اقرب وقت، حيت هاد الشيء هذا راه ما مزيانش لا لينا لا بالنسبه للدوله. خاصو يتدخل ويحل المشاكل مع الاساتذه. حنا الاساتذه ما كنلوموهمش، حتى هما مغلوبين على امرهم. المؤسسه عامره اساتذه، والتلاميذ راه ما كاينينش، التلاميذ راه ما كاينينش في المؤسسه، والاساتذه راهم كاينين، ولكن حنا ما غنلوموهمش. حتى هما خاصهم ياخذوا الحق ديالهم، ما يضيعوهمش باش ما يضيعوش كيما حنا وليداتنا. وهذا الشيء اللي كاين. السلام عليكم. سلام سيدي. خويا حنا ولادنا كيضيعوا، حنا ولادنا عندهم الوطني ما كيقراو حتى حاجه. اشنو كنخلصوا ليهم غير السويع مع الدناس؟ اش يمشيو سميتو يمشيو للبريتي؟ ما عندناش باش غنخلصوا ليهم حنا يا ولادنا، ما عندناش باش غنخلصوا ليهم. عندهم الوطني باش غيدوزوا الوطني، عندهم جهاوي باش غيدوزوا الجهاوي، عندهم التاسعه باش غيدوزوا، عندهم السادس باش غيدوزوا. اشنو الدور الاولى ثلاث؟ هما ولادهم كيقروا فيهم، هما ولادهم كيقروا فيهم بالفلوس، حنا ما عندناش. هما ولادهم مسلطن ولادهم كيقروا برا، حنا ما عندناش. حنا ما عندناش باش غنديروا لهم السوايع. حشومو عيب، هادشي عار 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 عار، حشومو عيب. حنا راه ولادنا ما عندناش باش غنقريهم، راه عندهم الوطني، راه عندهم جهاوي، راه عند الدراري. واش ملي غيشد الباك باش غيمشي؟ باش غيدوز الباك؟ تخبري في عيد وزن باك هما باش غيدوزوه؟ حشومو عيب، هادشي حشومو عيب عليهم، التقليد عليهم، كيبقى التقليد عليهم. كيف سمعي ما تبقاش واحد يجمع هذوك الامهات اللي كيحتاجو هنا، علمت الوليدات ديالهم، فعلا الوليدات ديالهم ماشي كيجيو من بعيد، باش يجيو كيتفاجئوا بان المدرسه مسدوده وما كيحتاج شي واحد. شوف شوف السلام عليكم. دارنا 100
ما عرفتش المشاكل اللي عندنا خويا راه قلناها لهاد الصحافه الاخرين. حنا بغينا وليداتنا يقراو، ما بغينا حتى شي حاجه اخرى. راه ما كاينش شي اطر اخرى اللي غيتنمى فيها التلميذ وغيستافد منها سوى المؤسسه. شي ما كاين حتى شي بلاصه اخرى. بغينا وليداتنا يقراو، دار حل من الحلول الوزاره والجهات المسؤوله دار لنا حل من الحلول. ما بغينا حتى شي حاجه اخرى، ما طالبين حتى شي حاجه. كيقولوا لنا كتوبه وكنشريوهم ليهم، عاونوا صوايع اضافيه وكنعاونوهم. اي حاجه كيقولوها لي كنديروها لولادنا، شي اي حاجه كيقولوها كنديروها لولادنا. ولكن حنا الامل ديالنا فين؟ هاد الثمره اللي ضاربين وهاد الحاله اللي حنا عايشين عليها راه على قبل ولادنا. باش انك تدي ولدك ويرجعوه لك وكاضراب ديال اربع ايام ولا خمس ايام راه ما تدخلش العقل. والتيمي ديال الله نايض من العطله ديال سيمانه واسبوع هو بارك، وكتقول لك 7 و8 لايحين في الباج ديالهم فيسبوك لايحين بان 7 و8 حتى هي باقا اضرابات مفتوحه. حنا ولينا مخلوعين، يعني الدري راه ما عنده حتى شي بلاصه اللي غيمشي ليها والو. غتدير شي تيران يستافد منه ولا شي دار الشباب ولا شي بلاصه اللي غيتمنى فيها العقل ديالو ينفتح تلميذ على شويه. حنا بغينا نطلعوا الجيل اللي نقي، نطلعوا الجيل اللي الدوله تستافد منه. شي ماشي علينا حنايا، باش انا ولدك ضربي عليه تماره وتجوعي وتعطشي عليه في الاخر يشد لك قنص في الحيط. هادشي راه ماشي معقول. كنمشي للمؤسسه تبغي تهضر انا استاذ انا داخله الوزاره جي مع وقت استراحه باش تدخلي عند الاستاذ تهضري معاه تسولي على ولدك. حتى كتجيك النتيجه كتفاجئي بالنقط ديال الدري. ملي كتبغي تدخلي تسولي على ولدك ما كيخليوكش، تيجي المدير يقول لك تجي وقت استراحه حاجه باش ما نضيعش الاستاذ الوقت ديالو. كنختار حنا داك القانون ديالو، ولكن راه بغينا حق هاد التلاميذ هادو ما يضيعوش. واش حنا ضايعين؟ حنا اللي عطى الله عطاه، احنا ولدنا مضاربين سمر عليهم. ولكن باش تجيب ولدك والتعليم ناقص وكتعاونهم سوايع اضافيه والدري ناقص تدي فيه وتجيب ما كتلقى مستافد حتى شي حاجه. غيجي يقول لك ماما ها انا شنو استافد جديد، ها انا شنو سمعت اليوم في القسم والو. كما كتدخلي كما كتخرجي، كما كتدخلي تسند كما كتخرجي. خاص الجهات المسؤوله تشوف فينا لوجه الله. هاد الوليدات هادو راه ضاعوا بزاف، جا العام ديال كورونا شي نقراو عن بعد، كاين اللي قراو اللي ما قراوش عطاوه النتيجه بانه ناجح. الشكل اللي ما سباش لولادو التدريس عن بعد وعطاوه النتيجه بانه ناجح، كاين اللي طلع باربعه وبخمسه وطلعوه. وفي الاخر انت العام اللي فات داز اضرابات، وهاد العام ثاني داز اضرابات، راه حشومه بحال ما هكايا. العام اللي فات راه صبرنا فيه، كل مره كتجيبي اضراب، كيدوز الشهر يقول لك عطله، يدوز الشهر يقول لك عطله. ما قلنا والو، حنا ما قلناش الاستاذ ما يدويش على راسه، يدويو كيما بغاو، ويهضروا على الحقوق ديالهم، هو استاذ غيهضر على الحق ديالو، وانا كأم غنهضر على الحق ديال ولدي. شي هو استاذ يدوي على الحق ديالو، ما قلنا لهم حتى شي حاجه، ولكن بصفتي انا ام ديال جوج ديال الاولاد اللي تيقراو ليا انا غنهضر على حق ولادي. انا بغيت ما عندهمش شي حق اللي هو كثير، الحق حتى مضروب في حق الجميع. حق الجميع من ان الدراري يقراو. بغينا وليداتنا يقراو، يدار حل من الحلول. شي حل من الحلول يتاخذوا قرار واحد ويشوفوا بعين الاعتبار، حتى شي واحد ما كيضيع. استاذ واخا يدير اضرابات يقدر يضيع في الخلصه ديالو، ولكن التلميذ ضايع في كل شيء. شي التلميذ ضايع في كل شيء. ما مستافد والو، وانا ولدي متابع بالامتحان، متابع عنده امتحان واحد. اشنو غيعطي؟ في الاخر تعطيني نتيجه بانه ناجح. انا بغيت نعرف المستوى ديال ولدي اشنو هو. بغيت نعرف المستوى ديال ولدي اشنو هو. كتبغي تدخلي عند الاستاذ تجاوبيه، سوليه، تقولي له فين واصل ولدي؟ اشنو المستوى الدراسي ديالو؟ كيف داير الشكل ديالو في القسم؟ ما كيخليكش تدخلي. شنو كانت تبغي تدخلي الوزاره راك تدخل ليها، وباش تدخل المؤسسه ما كاينش. ولا ان الاستاذ يستدعيك يقول لك اجي راه ولدك اش كيدير واش كيدير والو. شي خاص الجهات المسؤوله تشوف بينا بعين الاعتبار جهه الشلالات، حيت هنا الدراري ضايعين بزاف. هيا كاين دار الشباب مده ديال 8 سنين احنا ساكنين هنايا، راه مسدوده داروا لينا التلقيح فيها ديال كورونا وسدوها. هو كاين تيران لتحت وكاين فاعلين جمعويين اللي يقدروا يكونوا هما المسؤولين ويعلموا لينا وليداتنا ونستافدوا منهم، ولكن راه ما كاينش اللي غادي يوقف ويعاوننا. حنا كأسر يعني جهات ضعيفة ما كاينش اللي غادي يوقف معانا ويعاوننا ويشوف فيها وليداتنا. حنا ما قلنا لهم ديروا لينا هذه، ما قلنا لهم زيدوا لنا بخلصة، ما قلنا لهم حتى شي حاجة. بغينا حق وليداتنا أنهم يقراوا، ما طالبين حتى شي حاجة اللي كثيرة. واش هاد الطفل ما عندوش حق في الدراسة؟
اعدادي واقفين وابتدائي واقفين وثانوي واقفين. حشومه ديتي المدرسه كورونا ضاع ما استفد والو، عطاو النتيجه انه ناجح وما هضرنا ما تكلمنا، قلنا حق المرض ماشي مشكل، ولكن العام اللي فات داز اضرابات وعطل. يلا كتجي كتقول لك وحده راه كاينه عطله، السيمانه الجايه راه كاينه عطله، ثاني ها هو كاز ما عندهم العطله، الثلاث والاربعاء والخميس والجمعه اضراب، والسبت وقفت الشجاجيه، والسبعه وثمانيه اضراب، ومن بعد قال لك نعلموكم واش كاين اضرابات ولا ما كاينش. شي خاص الجهات المسؤوله تتابع وتشوف بان الدراري راهما اللي ضايعين، الامل الوحيد باش انسان يطلع جيل نقي وبيئه نقيه راهما الدراري هادو. حنا اللي عطى الله احنا درنا دوزناه وكندوزوه مع اولادنا، دار بين سماره قالوا كتبوا وشريناهم، قالوا عاونوا اولادكم بسوايع اضافيه وعاونناهم، اللي كيقولوها كديرها، قالوا لا سيروز تخلصي هذه ديري هذه، ولو ان ولدك كيطيح في المؤسسه لداخل والمؤسسه ما كتحملش مسؤوليته، كنشدوه كنديوه كنداويوه راسنا، حتى شي واحد ما كيعقل عليكم، ما كندويوه ما كنتكلموا. الا دويتي مع الاستاذ على حق ولدك وما تيلي كيشد لك الزكير مع ولدك، عدينا بسنان او ساكتين، ما كتقدريش تهضري ولا تقولي شي كلمه، كتولي تحبدي ليهم يا ربي اولدي يشوفوا بيه بعين الاعتبار. ولكن باش هكا الاضرابات راح تجي المسؤوليه هي اللي تشوف الدراري هادو. حنا باغي نمشيو مع من غنهضرو مع من غنقولو، عينا ما نتنابحو حاشا كي الكلاب، عينا ما نهضرو. كتمشي كيقول لك سيري ما عندي ما ندير لك، سيري 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 اشنا هو، فين غنمشيو فين غنمشيو فين غنمشيو؟ انا عندي جوج ديال الوليدات، انا امالي كله في ولادي، سمارتي كله في ولادي، ما عندي حتى شي حاجه اخرى عندي الامل فيها. بغيت المؤسسه انها تحب وياخذوا بعين الاعتبار يشوفوا الاستاذ يهضر على حقهم، ما قلنا حتى شي حاجه ولكن يشوفوا في ولادنا. راح تدخل المؤسسه ودير احصاء، راه ثلاثه ديال المؤسسات هنا، حسب شحال من تلميذ وجوج ديال الاعداديات، حسب شحال من تلميذ ضايع هنايا، الله ياخذ الحق وصافي هادشي اللي كاين. كتشوفوا معايا متابعي قناه تي في، كتشوفوا الحاله هذه الام كتضرب فرقه، اللهم تبارك الله ضرب فرقه. الى هنا متابعي قناه تي في نشكركم والى اللقاء في الدرس المباشر ان شاء الله. شكرا.